السيناريو ديال المباراه ما كناش كنتسناوه يكون بهذا الشكل، خصوصا بعد سجلنا الهدف الاول ورجعوا الفريق ديال اولمبيك اسفي وعاود سجلنا من بعد ما كانت هناك عده فرص بالنسبه لنا ديال التسجيل باش نقتلوا المباراه. ونفس الشيء في بدايه الشوط الثاني بدينا بجوج ديال المحاولات باش نقتلوا المباراه، انفراد ديال الحميد حداد مع الحارس وكذلك نقوم في القائم الثاني اللي كنسجل كنا نقتلوا المباراه. ولكن ملي كيتطرق لاعب في الدقه 56 مع المجهود اللي قايمين به اللاعبين طيله هاد الاسابيع او الاسبوع او 10 ايام ثلاث مباريات يعني مسترسله وحده مور وحده عندك يومين، اكيد بان كاين من ناحيه بين الارهاق البدني وتزيد الطرد وتلعب ناقص في الوقت اللي كان كنا غنمو التغييرات باش نرمو الصفوف ونزيدو نعطيو يعني الاضافه في وسط الميدان وفي الهجوم، فالطرد اظن بانه اثر علينا كثير. وحتى التغييرات اللي درنا بالنسبه للاعبين اظن بانهم ما دخلوش بشكل اللي كنا كننتظروا فيه في المباراه، و جا الهدف الثاني ديال التعادل. فانا كل القرارات ديال الحكم كنحترمها اكيد، ولكن كنت نتمنى باش يرجع للفار باش يشوف الهدف الثاني واش كان فعلا واحد الشروط هناك، ولكن هو جا قال لي ولا الحكم ديال الشرط بانه راه لمست في الرجل ديال اللاعب، ولكن لمست ماشي عن قصد، لان اللاعب اللي مرها هو اللاعب ديال اولمبيك اسفي، فكان على الاقل يرجع للفار وانا ذاك يتاكد. فاظن بانه تيظهر لي في مباراه بهذا الشكل اخراج الورقه الحمراء خاص تريوت فيها واحد شويه، لانه باش ما يكونش تميل الكفه ديال الفريق على فريق. اكيد بان المخرج اللاعب ولا عدم توازن ديال الفريق صحيح، هذه حقيقه. هناك احباط اكيد، لانه ما كناش كنتسناو يعني هذا السيناريو، وبالرغم بان شفتو بقينا يعني كنقاوموا باش غير نرجعوا غير التعادل على الاقل. فهنا الكلمات عاجز باش نلقاها باش يمكن نبرر باش احسن شيء بانه نقدر نقول فوق طاقتك لا تلام.